عودة مجددا مشاهدينا الكرام وإلى نقاش ضيف الغرفة الذي نتناول فيه اليوم أحد أبرز التحولات في عالم الاقتصاد الرقمي وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتعميم الدفع عبر الهاتف المحمول، إذ يعيش العالم اليوم ثورة تكنولوجية متسارعة تفرض علينا تبني الابتكارات الحديثة لضمن مواكبة التطورات وتعزيز الاقتصاد الوطني. يسعدنا أن نستضيف اليوم السيد فادي التميمي المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك لمناقشة الواقع والإمكانات المرتبطة بخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، صباح الخير. نعم، إذا كما ذكرنا في المقدمة أستاذ فادي فادي، ربما ثورة التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم الآن تفرض علينا مواكبة الابتكارات التي تساعدنا من مختلف المجالات، من بينها تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على تسريع وتعميم الدفع عبر الهاتف. ربما بداية لو نتكلم حول العناصر الأساسية التي تشكل البيئة القاعدة المثالية لنظام دفع عبر الهاتف المحمول في الجزائر. أكيد خلينا نشوف كرونولوجيا اللي حاولت به من خلالها المؤسسات العمومية يعني تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر، حيث أنه في 2021 تم إقرار أنه 31 ديسمبر 2021 حيكون آخر أجل لتعميم الدفع الإلكتروني، وبعدها تم فتح المجال لأنه تأخرنا، تم فتح المجال إلى 31 ديسمبر 2022، وبعدها فتح المجال ولم نعد نكرر يعني الحديث عن الدفع الإلكتروني إلى غاية هذه الأيام، أين تم إقرار ما يسمى بالدفع البيني. نقول أنه المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطها رافقت عملية تعميم الدفع الإلكتروني من خلال اجتماعات، لقاءات جوارية، لقاءات مع التجار، لقاءات مع المستهلكين وحملات تحسيسية للمستهلكين، لكن كان عدة معيقات ما خلتناش أنه ننطلق بالفعل. هي مفروض كنا في 2021 يعني بداية 2022 31 ديسمبر 2021 كنا انطلقنا في تعميم الدفع الإلكتروني، لكن للأسف كثير من المعيقات. نعطيك مثال يعني من بين المعيقات اللي لقيناها صعبة هي نهائية دفع إلكتروني لتي بي يو. كان ما عندناش إمكانيات أنه نزودوا جميع التجار بلتي بي يو. الآن هذا الإشكالية الآن نشوفوا أنه يوجد الحل لما تصبح الدفع عن طريق الهاتف النقال. أيضا عدم اقتناع التجار بالدفع الإلكتروني ومقاومة التجار للدفع الإلكتروني. لماذا؟ لأنه الدفع الإلكتروني بالنسبة للتاجر هو أثرية معاملات تجارية، لا تراسابيليتي تاعو في المعاملات التجارية، وبالنسبة ليه في تفكيره في وعيه يقول أنه فيها مشكلة في الضرائب والتصريحات وما إلى ذلك. أيضا المستهلك الجزائري مازال لم يجرب هذه التقنية ولم يثق فيها 100%، لذلك مجموع هذه العوامل اللي شفناها رغم أن السلطات العمومية يعني تقريبا في 2020 أقرت 1% تاع الدفع النقدي، لأنه الآن في أي محل كبير لما تروحي تقومي بمعاملة تجارية وتشري، إذا شريتي بالكاش راكي تدفعي 1% زايدة عن الرسوم الأخرى لأنك ما دفعتيش عن طريق الدفع الإلكتروني، بينما بالدفع الإلكتروني نختزلوا 1% هذه. لكن نشوفوا أنه من جهة المستهلك ومن جهة التاجر ومن جهة بعض يعني الفراغات والفجوات اللي في الترسانة القانونية مما أدى إلى تعطلنا في قضية الدفع الإلكتروني. الدفع الإلكتروني بالنسبة لنا رايحين ليه لا مجال يعني سبقتنا ليه دول كثيرة. نشوفوا يعني بعض الدول الآن يعني المعاملات عن طريق يعني الدفع الإلكتروني أو الدفع مع أزمة كورونا سيد فادي التميم، ربما هذه الأزمة الصحية أجبرت الكثير من أجل العمل بالدفع الإلكتروني. أكيد. أيضا ما نشوفش أنه العالم كامل رايح إلى معاملات إلكترونية. يعني الآن المستهلك اللي يحمل في جيبه مبالغ كبيرة نقدا ويقوم باقتناء مشترياته، هذا الأمر بالنسبة الآن في دول أوروبية لو تشوفي شخص يجبد من حافظة النقود تاعه مبلغ كبير راح تشوفي معاه الناس كل تفاجأ كأنها ظاهرة جديدة. الآن العالم كامل راح نحو الدفع الإلكتروني. احنا ماذا بينا؟ أيضا الدفع الإلكتروني فيه كثير من الميزات بالنسبة للمستهلك. يعني الأمور اللي نشوفوا فيها فوائد هذا الدفع الإلكتروني سواء الاقتصاد الوطني
ونعرف جميعا أن الاقتصاد الوطني يعاني من السوق الموازي، يعاني من معاملات تجارية غير سوية وغير قانونية خارج الأطر البنكية. لو نعموا الدفع الإلكتروني كل واحد راح يصبح عنده أثرية لمعاملاته النقدية، ومنه نبدأ من المستهلك ثم تاجر التجزئة ثم تاجر الجملة وصولا للمتعامل الاقتصادي. هنا الدولة راح تضبط أمورها أكثر وأكثر. نقول أنه احنا كمقاربة يعني لنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، قلنا عليه ما نروحوش للمستهلك. المستهلك يقنع بالدفع الإلكتروني. إذا المستهلك قنع بالدفع الإلكتروني هو سيجبر التاجر، لأنه التاجر في أولا وأخيرا هو يقدم خدمة ويقدم سلعة للزبون. تصوري معايا أنه محل تجاري يدخل أول مستهلك يسأل عن الدفع الإلكتروني ما يلقاش، يقول له اسمح لي، يخرج ثاني زبون ثالث زبون بينما يروحوا عند جاره اللي عنده الدفع الإلكتروني. هنا هذا التاجر وش حيدير؟ يخمم مع روحه يخمم مع روحه، في النهاية رح يجيب تي بي او ولا يجيب وسيلة للدفع الإلكتروني لإرضاء زبائنه بما يخسرش الزبائن تاعو. وايضا قلنا تعميم الدفع الالكتروني في جميع مناطق الوطن وجميع انواع التجارات مباشره يعني دفعه واحده هو امر غير سوي، ماهوش راح ينجح. لما نكونوا نعموا ونشملوا حاجه نعموها 100% لازم نبداو بمراحل. احنا كان الاقتراح تاعنا انه نبداو في مهن معينه في نشاطات تجاريه معينه. لما تنتشر ويبدا المستهلك اللي هنا وش يصرى لما تبدا بعض المهن وبعض تنتشر ثقافه الدفع أكيد. المستهلك راح يبدا يجرب مره اثنين ثلاثه يثق. إذا وثق المستهلك وعجبته المعاملة التجارية الرقمية أكيد يولي يطالب بها. يولي المستهلك أولا وأخيرا لا يحمل معه مبالغ كبيرة ويروح المناطق يخاف يقوم بعملية سرقته، بينما بطاقة بنكية محطوطة ولا بطاقة بريدية محطوطة في جيبه حتى لو سرقت فهي محمية لا يمكن يعني قرصنتها أو أخذ الأموال تاعه. لذلك قلنا مرحلة بمرحلة، يعني صح هي قانونا صعبة أنك تفرضي مثلا على صيدلي الدفع الإلكتروني وتخلي سوبرات، لأنه هنا لازم يكون مثل ما يقول العدل بين جميع الفئة. لكن كنا نستطيع أن نعمل استثناءات. تصوري معايا لو فرضنا الدفع الإلكتروني على الأطباء على الصيادلة على المساحات التجارية الكبرى ونبدأ يعني مرحلة 6 أشهر تفرض في هذه النشاطات التجارية الكبرى، وبعدها نبدأ نعمو حتى نوصل لجميع التجار ما مدايرين الدفع الإلكتروني. أثناء ذلك أستاذ فادي ذكرت نقطة مهمة أنه هناك بعض التجار ربما بعض المواطنين لا يثقون في هذه العملية عملية الدفع الإلكتروني. ربما إلى ما يعود ذلك هذه التخوف من الدفع الإلكتروني ربما وعدم وجود ثقة في هذه العملية؟ أكيد يعني المستهلك الجزائري الجزائريين في حد ذاتهم كامل يأمنوا بالملموس بشي اللي يلمسوا. الآن بهتجي الفئات عمرية معينة 40-50-60 سنة وتقولي له أنه يقوم بالشراء والبيع ويعني تحصيل الأموال عن طريق بطاقة ما يقنعش بها وصعب أنه يقنع فيها، لكن رح يجربها. نحكي لك مثلا بداية الفضاءات التواصل الاجتماعي الفئات العمرية الكبيرة ما كانتش تروح لها، يعني بالنسبة لها حاجة جديدة، ونعرفوا أنه الإنسان الكبير حاجة جديدة ما يرغبهاش عكس الشاب اللي يحب يجرب دائما التقنيات الجديدة. ما عندناش مشكلة الدفع الإلكتروني بالنسبة للشباب، ما عندناش هذه الإشكالية بالنسبة للطلبة الجامعيين، لكن بالنسبة للفئات العمرية الكبيرة وهي هذه الفئات الكبيرة هي المسؤولين تاع العائلات، هما اللي عندهم يعني هذه الأموال وعندهم المرتبات الشهرية ويمكن أنه يتعاملوا المعاملات، هما اللي يقتنيوا. لما تقارني شاب في عائلة وبين الوالد تاعه هو اللي يقوم تقريبا 90% من المشتريات، بينما هذا الطالب عندهم حوايج خفيفة. ويعني نشوفوا أنه هذه الفئات ما تقبلش حاجة جديدة بسرعة ويعني بسلاسة. لذلك احنا قلنا نبدأ نقنعهم، يكفي انه اي واحد يبدأ يتعامل اول مرة ثاني مرة ثالث مرة يثيق يحس انه امواله محفوظة وراهي كما في حسابه كما في جيبه. الان لازم يقنع المستهلك انه في فترة راح نوصله انه اموالك محطوطة في حسابك البريدي او البنكي كأنها في جيبك، في اي مكان تروح ليه تحب تشري الاموال. لماذا نحط الاموال في جيبي؟ من اجل الاقتناء. معناها مدام الاموال هذه محطوطة في حسابي او في جيبي يمكنني اقتناء اي مشتريات او اي خدمات ارغب فيها
أكيد راح يخلي أمواله في المصارف، لكن هناك بعض الفئة أستاذ فادي تفضل إبقاء أموالها في المنزل بدل إيداعها في البنك، ربما كيف يؤثر هذا بداية على عملية الدفع الإلكتروني وحتى على الاقتصاد الوطني؟ أكيد شوفي عندنا احنا كتلة مالية ضخمة جدا من السوق الموازي مخبأة في المنازل، ولما نحكي على كتلة مالية من السوق الموازي هذو الناس يعني بارونات كبار في مجالات معينة، نعرفوا 20 سنة السابقة وش كان عندنا، متعاملين اقتصاديين، تهرب ضريبي ما إلى ذلك، هذو بالنسبة يعني رؤوس المال الكبيرة مخبية في الديار، هذو هم الناس أول الناس اللي تقاوم الدفع الإلكتروني، لأنه إذا نجح الدفع الإلكتروني الأموال اللي حاطها هو عندهم تولي ما عندها حتى معنى، لازم يدخلها البنوك وباه يولي يقدر يمشي كما الناس، إذا ما دخلتش البنوك تبقى مكدسة عنده، وهذه هي الإشكالية اللي هما يقاوموا في الدفع الإلكتروني، لكن احنا رايحين للدفع الإلكتروني. بالنسبة للمستهلك في حد ذاته، المستهلك كان ما يثيقش ويقول لك أنا الجزائري لما يوصل المرتب تاعه مباشرة يروح يسحب المرتب كاملة ويحطه في المنزل، وهذا أمر غير سوي. الآن مع الدفع الإلكتروني حيقضي على المشكلة هذه، لأنه لما يكون الدفع الإلكتروني موجود عندك بطاقة أموالك تخليهم في الحساب البريدي ولا حسب البنكي، بدل ما تدير يعني الصف وتنتظر الطابور الانتظار الطويل وتنتظر وممكن كاين ممكن ما كانش ممكن الريزو كاين ما كانش وتسحب أموالك، أموالك موجودة في البطاقة البريدية والبطاقة البنكية وتقوم بالشراء حيث ما شئت وأين ما شئت. ربما أستاذ فادي تميم أنت منسق الوطني المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، ربما كيف تعملون على تعزيز الثقة بين المواطن والمصالح المالية؟ أكيد شوفي احنا بالنسبة لنا كمنظمة جزائرية شفنا أنه بنكية المواطن الجزائري ضعيفة جدا، يعني مقارنة بدول أخرى المواطن الجزائري يعني لو نحيو بريد الجزائر، لأنه بريد الجزائر ما نقدروش نعتبره بنك لأنه تابع لوزارة أخرى، صحيح بريد الجزائر يوفر خدمات ما شاء الله للمستهلك الجزائري وبسهولة مقارنة بالبنوك، لكن أغلب المستهلكين يروحوا البريد الجزائر ما يروحوش البنوك، واللي ما يروحش البريد الجزائر وما يروحش البنك أصلا، يعني المستهلك الجزائري الآن لازم له ثقافة أنه أمواله مدخراته لازم تكون في البنك، أمواله ومدخراته ما يدخرهمش في البيت ويخبيهم في البيت، هذا الادخار خلينا من مافيا اللي عندها رأس مال كبير، لأن ادخار المواطن في حد ذاته كل مواطن يدخر يعني مدخراته ويخبيها في المنزل هو ضرر للاقتصاد الوطني، لأنه الأموال اللي تكون في البنوك هي أموال تشغل وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني، لذلك احنا شفنا أنه المواطن الجزائري ما زال عنده هذاك الرهبة من البنك، عنده البعد عن البنك، أنه حتى أنه ما زال ما هوش مقتنع بالدفع الإلكتروني والمزايا اللي يقدمها المعاملات البنكية، لذلك درنا مبادرة سميناها بنكية المستهلك الجزائري. هذه المبادرة تعتمد على نشاط واسع وطني تحسيسي حول يعني نقنع المستهلك بالمزايا وش راح يربح. الآن يعني احنا في 2024 ما تقدرش تجي تقولي لشخص دير حاجة بدون ما تعديله المزايا اللي ممكن يستفيد منها. بدايتها كانت مع لقاءات مع مسؤولي البنوك باش نشوفوا واش هما ايضا البنوك عندهم احصائيات عندهم ارقام صحيحه يعرفوا المشاكل يعرفوا واش هما احنا عندنا من جهتنا كمنظمه لحمايه المستهلك وش يقول مشاكل المستهلك، سمعنا راي المستهلك لماذا لا يذهب للبنك، رحنا الان للبنوك نشوفوا واش هو المشكل تاع البنوك في التقرب للمستهلك ولا لماذا لا تنتشر يعني بالطريقه المرجوه على المستوى الوطني. بعدها راح نركبوا نديروا مقاربه بين ما يطلبه المستهلك وما تطلبه البنوك ونركبوا باه تكون عندنا مقاربه ننطلق فيها بتحملات تحسيسيه وملتقيات على الاقل ممكن انه نقنع المستهلك انه المعاملات البنكيه انه يحط مدخراته في البنوك، ومنها لما تكون المدخرات والاموال في البنوك تكون بداية الدفع الإلكتروني وأمور الدفع الإلكتروني اللي راهي في صالح المستهلك. ربما نقطة أخرى أستاذ أفادي، المواطن يعني بعض الفئة من المواطنين قد يتخوف من هذه العملية، ربما لعدم ثقته في الدفع الإلكتروني بالنسبة إليه، ربما
كيف تعمل أو نعمل على حماية المستهلك في مجال الخدمات المالية من أجل الدفع بهذه الأفكار السلبية حول هذه العملية؟ شوفي، يعني قضية التواصل هي قضية التواصل المؤسساتي أمر ضروري في مثل هذه الأمور. صحيح نقوم بدور توعوي وتحسيسي، لكن التواصل المؤسساتي، نعطيك مثال بسيط. الآن ما يستفيد منه المستهلك في استعمال البطاقة البريدية مزايا كثيرة. أصبح المستهلك من منزله على 11 ليلا يستطيع أن يقتني بتذكرة الطائرة، بينما في سنوات سابقة لازم تروحي المقر شركة الخطوط الجوية وتستني دورك وتشوفي. لكن الآن هذه المعاملات الرقمية قاعدة تسهل حياة المستهلك، دفع فواتير الكهرباء، دفع الفواتير البريدية، نعم. هي تسهيل. ما كانش اللي نشوفه انه للاسف في الجزائر ما نشوفوش الانسان اللي يخرج ويقول لك ها واش سهلتنا البطاقه البنكيه او البطاقه البريديه. بينما اذا مستهلك واحد دار معامله عمليه وتم سحب من الرصيد تاعو مرتين، الدنيا كلها تسمع والناس كل تظهر. لذلك لمقاومة هذه الصورة السلبية، الأخطاء موجودة في العالم كامل، الإشكاليات موجودة، وحتى الإطار القانوني وجد لمعالجة هذه الإشكاليات. يعني إنسان صار غلطة ولا هو أخطأ وتم يعني أكد الطلبية مرتين وتم سحب نفس المبلغ مرتين من حسابه، راح يروح يسترجع مستحقاته. لكن هذه البروباغندا اللي تخرج للمستهلك وسهولة وصول المعلومة وحتى المعلومة المغلوطة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وصحافة الموبايل وكثير من الأمور، تخلينا أنه لازم مؤسسة في الجهة المقابلة تطمئن المستهلك. ما نخليوش هذه الإشاعات، ما نخليوش هذه الصورة السلبية تنتشر، لأن هذه الصورة السلبية واحد يحكي على تجربة صارت له بينما يقنع ممكن آلاف الأشخاص بعدم الثقة في هذه المعاملة. وهذا الخطأ اللي نوقع فيه دائما في الجزائر، نخليه أنه الصورة السلبية تنتشر ولا نقدم الصورة البديلة اللي هي الصورة الإيجابية. لذلك يعني الإعلام المؤسساتي أو التواصل الإعلامي المؤسساتي واجب يكون. احنا كمنظمة لما توصلنا مثل هذه الشكاوي تاع خلل صرا ولا تم سحب مرتين من الحساب ندخله، لما توصلنا مثلا الناس اللي تحاول تكسر هذه المعاملات عن طريق البطاقات، توصل انتية المحطة بنزين على 11 ليلا ولا 12 تاع الليل يقول لك ما كانش ريزو. احنا ندخلوا في هذا الامر ونحاولوا نحقوا ونحاولوا نوصلوا للحقيقه، لانه ممكن عامل اللي موجود ما حبش يستعمل تي بي ولا ما حبش ولا ما هو ما يعرفش يستعمله. فالمستهلك اللي انا كي نوثق في البطاقه تاعي، مفروض البطاقه تاعي تعمل اينما اكون. صحيح. لما نوصل انا لمحطه بنزين وما عنديش ليسباس او النقد ونقدم بطاقه ذهبيه او بطاقه بنكيه من اجل تخليص البنزين او المازوت، ويقول لي عامل العامل الريزو ما كانش ولا لاباراي ما كانش، هذه إشكالية. هذه لازمنا ندخله، لأنه كما قلت أنت تجربة جديدة لازمنا نحميوها كما الطفل الصغير، نحميوها كامل كما تكبر وتوصل يعني توقف على رجليها هي ستنتشر وحدها. خصوصا عامل عدم وجود شبكة أستاذ فادي، ربما خصوصا في أيام في نهاية الأسبوع ربما قد يتعطل المواطن في حال عدم وجود الريزو في أماكن معينة. أماكن معينة ربما هذه النقطة بالذات كيف يمكن العمل على حلها، ربما من خلال تنسيق مع الأطراف المعنية بهذا الأمر. أكيد لما نشوفه احنا دوك لما تحكي انت بطاقه بنكيه او يعني التخليص الالكتروني، يتخيل الانسان ان هي فقط بالنسبه له هي البنوك او بريد الجزائر وفقط، هي مجموعه، هي يعني اليه كامله. الشبكات عندها دور، شركات الاتصال عندها دور في يعني تعزيز، لانه القاعده تاعها هي عن طريق الانترنت. احنا في البداية لما شفنا انه الاتجاه السلطات العمومية متجه نحو التعميم الشامل على المستوى الوطني، قلنا لهم لازم نراعيوا النقطة هي مدى الشبكة، وجود الشبكة على المستوى الوطني. لانه لما تفرضي انت على تاجر ما عندوش الريزو في منطقته، ما عندوش الريزو، تفرضي عليه التخليص عن طريق تي بي او نهائيات دفع وهو ما عندوش الريزو اصلا، كيف سيقوم بالعملية؟ يعني مستحيل حيقوم بالعملية. لكن
يعني كانت يعني بعد نقاشاتنا مع المؤسسات البنكية ومؤسسات الاتصال اكتشفنا أنه يستطيع أن يضع أي شريحة حسب المكان اللي موجود فيه. لكن للأسف خلينا نقولها بصراحة الآن بعض التجار أو بعض المهن معينة هو اللي يرفض أنه يستعمل تي بي يو. يعني تي بي يو حطوا خاف أنه يفرضوا عليه بقوة القانون وضع التي بي يو، لكن هو لما تجي يقول لك ما هوش شغال، عندي مشكل فيه، ما عنديش تيكي هذاك اللي بعد المعاملة يعطيك التذكرة. فهذه الممارسات علينا أن نقاومها وبشدة في البداية، لأنه هذه هي اللي تمد الصورة السوداوية أو الصورة السلبية عن المعاملة. لكن لما توصل، أنا أقول لك بصراحة كرأينا في المنظمة، رايحين للدفع الإلكتروني. الدفع الإلكتروني حتى لو بقوى المقاومة، حتى الناس ما رفضته، هذو الناس التجار والناس اللي قاعدة تقاوم فيه، لكن بعد عام ولا عامين المستهلك سيقتنع به، ورح نوصلوا لمرحلة، وخاصة أن يعني النقطة الإيجابية هو تعميم الدفع البيني عن طريق الهواتف. شكون اللي فينا ما عندوش هاتف؟ وهذا ما تسعى إليه الحكومة أكيد. أجل الشمول المالي أكيد الفادي. هكذا المعاملة التجارية تكون مرقمنة، نشوفوا مدى كمية الاستهلاك. كاين واحد الأرقام نقصتنا في الاقتصاد الوطني وخاصة في مجال الاستهلاك، لأنه خليني نعرج نخرج شوية على الموضوع، لأنه المنظمة لما طالبت من السلطات أن يكون مرصد وطني للسلوك الاستهلاكي، نعرفوا أنه للأسف ما عندناش الأرقام اللي تبين وش نستهلك وش نشريه، وش نشريه أجهزة كهرومنزلية، وش نشريه ثياب وملابس، وش نشريه أحذية. بينما شمولية الرقم بعطيك صحة، بينما الآن لما ديروا الدفع الإلكتروني تولي عندنا أثرية في جميع المعاملات التجارية. إحصائية دقيقة. ونعطيك مثال بسيط، الآن المستهلك الجزائري تقول له أطلب تذكرة ولا أطلب فاتورة، يقول لك واش ندير بالفاتورة. شوفي الفوترة عندنا إشكالية فيها في الاقتصاد الوطني، لكن تقدري تفرضي الفوترة من تحت موش من فوق، موش من المتعامل الاقتصادي نزول للمستهلك. إذا لو وصل المستهلك الأوروبي حتى لو ما يحتاج الفوترة، لما يوصل عن تاجر لما يقوم بالمعاملة التجارية يطلب الفاتورة، لأنه يأخذ هذه الفاتورة ويخبيها معه، وفي نهاية الشهر يدير المحاسباتية تاعه تاع الشهر. بينما المستهلك الجزائري أصرف ما الجيب في الجيب يجيك ما في الغيب، وهذا خطأ في تسيير أمور العائلة. بينما المستهلك الجزائري لما تقول له أطلب فاتورة يقول لك أنا مش عندي الفاتورة، لهنا مؤسسة راح عندنا. بينما لما تصرى إشكالية كبيرة، الفاتورة هي بداية تحقيق، هي بداية قضية للمتابعة. لما مستهلك يشتري منتج فيه عيب ويجي يشكيلنا كمنظمة، أول حاجة نسأله نقول له هل عندك تذكرة صندوق بوند كاس، لأنه تعوض التذكرة، أو تذكرة؟ هاي يقول لك ما عنديش. هذا معامل كيما هذا خطأ عندكش. من المستهلك اكيد هذاك يقعد ما عندكش، التاجر يقول لك ما شراش عليا. وين الاثبات اللي نقدر نثبت انه المعامله هذا السلعه شريتها من عند هذا التاجر؟ لو ما عنديش فاتوره، لو ما عنديش بوند كاس. لما يوقع المستهلك في مشكل يفهم انه الفاتوره هذه وجدت باه تحميه، باه تبين من عند من شرى، باه التاجر ما يهربش من المسؤوليه. وخاصه في قضايا الضمان، لأنه كثير من القضايا لما التاجر يتهرب لك من الضمان يقول لك مش علاش من عندي. صحيح. الآن وصلنا حتى للأسف بعض الأماكن اللي نحسهم أنه ملاح ومفروض أنه المعاملات تاعهم تكون مليحة، نعطيك مثال المراكز العلاج الخاصة. لما المستهلك يقول له أعطيني فاتورة يقول نزيد لك تيفيا. لا أخي، أنت قلت لي مبلغ، هذاك المبلغ شامل الرسوم، راك تحكي مع المستهلك النهائي. لما تقول لي دير مليون ولا 10,000 دينار، 10,000 دينار تي تي سي، ماهوش كي نقول لك أنا دير لي فاتورة تقول لي 10,000 دينار نزيد لك تي فيا. لا أخي للأسف. ونعطيك من فوائد، خليني نطول عليك شوية. نعطيك من فوائد دفع إلكتروني. كثير من المهن يفرض على المستهلك سعر لكنه يديكلاري أو يصرح للضرائب بسعر آخر. هنا لما نديروا الدفع الإلكتروني يا إما يهبط للسعر اللي مصرح به للضرائب، يا إما إذا فرض السعر تاعه يولي يسلك الخزينة العلومية والضرائب كيفما يتقاضى. يعني بالنسبة، لأنه كثير مثلا واحد يديكلاريك الخدمة تاعه ب 3,000 دينار، لكن في مصالح الضرائب يديكلاريها ب 1,000 دينار. هنا الخزينة العمومية لأنه قاعد يتهرب هو يدي 3,000 دينار لكن يديكلاري 1,000 دينار، هنا الخزينة العمومية ما تستفادش. معناها لما نديروا دفع إلكتروني يا إما الخدمة تاعو يرجعها ب 1,000 كما مديكلاري، يا إما
الخدمة تاعو يخليها ب 3000 دينار، لكن تولي الدولة والخزينة العمومية تستفيد، وهنا نحاربوا ما يسمى بالتهرب الضريبي. نعم أستاذ فاتي، ربما نتكلم حول كيف يمكن تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والأمان في تطبيقات الدفع الإلكتروني. الأمان، شوفي بالنسبة لقضية الأمان، الأمان تفرض يعني تقوم تقف عليه المؤسسات المصرفية في حد ذاتها. صدقيني يعني بعد الاجتماعات اللي ديناهم مع المؤسسات البنكية، مستوى عالي من الأمان، يعني ما كانش أي عرض جديد ولا حاجة جديدة تنزل للسوق ما لم تراقب جيدا، ويتأكدوا أنه نسب الاختراق ولا نسب التلاعب ضعيفة جدا. ما نقولوش صفر لأنه التكنولوجيا تتطور، الهاكرز يتطوروا، لكن نقولوا أنه المعاملات أو الأمور الخاصة بالبنوك وحتى ببريد الجزائر محمية على مستوى عالي. يعني الحماية اللي عندنا احنا هي في المستوى العالمي، لأنه مؤسسات قائمة بذاتها والهم تاعها هو الحفاظ على المستهلك. هنا كاين إشكالية، النية تاع المستهلك أو الأخطاء اللي يوقع فيها المستهلك في حد ذاته، لأنه قد ما تحاولي أنت، أنا حامي البطاقة في حد ذاتها، حامي المعاملات في البطاقة، لكن إذا غلط المستهلك صاحب البطاقة في إعطاء معلومات ما نقدرش نحميه، لأنه التكنولوجيا ما تعرفش أحمد ولا زيد، التكنولوجيا تعرف بطاقة، رقم بطاقة، رمز سري ورمز تأكيد المعاملة التجارية. احنا وصلتنا في المنظمة بعض الشكاوي، ناس شرات من الفيسبوك يقولوا صور لي البطاقة تاعك، يصورها له ويبعثها له، يزيد يقولوا دوك يجيك رمز تأكيد في الهاتف، اعطيه لي. تعرفي هنا واش دار؟ اعطاه البطاقة تاعو، اعطاه البطاقة تاعو والمال تاعو اللي موجود. وهنا احنا نوعيه المستهلك انه هذه البطاقة شخصية، لا تمنح يعني الرموز السرية، لا تمنح الرقم تاعها لأي كان. أيضا لما نروحوا الآن التكنولوجيا تطور، وكاين ناس يعني عمل تاعهم النصب والاحتيال عن طريق السرقة عن طريق الانترنت، كما كانت عندنا السرقة ونصب الاحتيال في الواقع، الآن كاين ناس مهنتها النصب والاحتيال ببرامج يعني كبيرة بأمور خطيرة. لما يعطيك واجهة، هذيك الواجهة تبان لك تاع مؤسسة عمومية ولا كذا، وانت تقومي عن طريقها يعني تعبئة معلوماتك والرموز السرية، هو اخذ لك هذيك الهاكر ياخذ لك هذيك المعلومات وصاي اصبحت البطاقه تاعك ولا الارقام تاعك عنده هو. لذلك احنا نقولوا انه لازم على المستهلك يتعامل مع المصادر الرسميه، يعني التطبيقات الخاصه بالشركات، ويتاكد قبل البدايه انه هذا التطبيق الرسمي للشركه به يقوم بالتخليص حتى تفادي الروابط المشكوك فيها، وما يمدش المعلومات تاعه وما يثق في حتى واحد، بطاقته في جيبه ويسأل. ونشوفوا يعني بتجربتنا، شوفوا أنه الآن أصبح الأولياء يستعينون بأولادهم من أجل يعني تفهيمهم بهذه الأمور، بعد مدة راح يصبحوا هما يعرفوا كيف يتعاملوا بالبطاقات البنكية والبريدية، وراح يصبح يعني المعاملات تاعها سهلة، وهي سهلة يعني في الواقع. ربما أستاذ فادي، كيف تنظرون إلى دور الدفع الإلكتروني في دعم عصرنة الاقتصاد الوطني؟ أكيد الدفع الإلكتروني الآن إحنا يعني نراهن عليه وعلى انتشاره في الجزائر، راح يعاون، لأنه كثير من الأمور والاختلالات اللي موجودة في السلسلة التجارية، في المعاملات التجارية، في كثير من أمور سببها أنه معاملات نقدية، معاملات تحت الطابلة. الآن لما يولي الدفع الإلكتروني وينتشر، قلت لك فرض الفوطارة ممكن أنه يجي من تحت ويطلع الفوق. الآن لما مؤسسة اقتصادية، متعامل اقتصادي ديكلاري ب 50% من المنتجات تاعه، وإحنا عن طريق الدفع الإلكتروني نكتشفوا أنه منتجاته ضعف ما يصرح به، نقدروا نطلعوا ليه، نوصلوا أنه قاعد يتهرب ضريبيا. وإشكالية الاقتصاد الوطني نقولوها بصراحة، وللأسف الشديد على مر يعني السنوات ومن الاستقلال الآن، ما قدرناش نفرضوا الفوطارة، وكما نقدروش نفرضوا الفوطارة، ما كانش حماية قانونية للمستهلك، ما كانش تأطير للسلسلة التجارية والتحكم فيها. لكن روحوا، أنا ما نقولكش الدفع الإلكتروني هو مفتاح يعني العصا السحرية اللي حتحل لنا المشاكل، لكن هي جزء من يعني منظومة أكيد راح تصلح الأمور الواقعة وراح تحسن الظروف، وخاصة فيما يخص الأسعار، حتى تحسين المعاملات المالية، خاصة فيما يخص الأسعار. الآن كثير من الأسعار هي محررة،
فالمراقب لما يروح ما عندوش حق انه يقول له لا تبيع ب 1000 دينار ولا ب 500 دينار. هنا المراقب اكثر شيء يقدر يطلبه الفاتوره. هنا لما تكون معامله بين المتعامل الاقتصادي وتاجر الجمله مشبوهه او ماهيش يعني قانونيه 100%، يمكن يعني اكتشافها عن طريق الدفع الالكتروني. نعم، إذا أستاذ تفادي تميم الموثق الوطني المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام فقرة ضيف الغرفة، فقرة غرفة الأخبار متواصلة لكن بعد الفاصل.